توالى التهاني عدد من قيادات الدولة والمجتمع للتجمع اليمني للإصلاح بمناسبة الذكرى 29 لتأسيس الحزب، حيث قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ومحافظ محافظة المحوية الدكتور صالح سميع إن ظهور الإصلاح في اليمن قبل 29 عاما كان شمسا وضاءا في سماء السياسة اليمنية، وستظل شمسه ضرورة حياتية في درب السياسة في حياتنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وسيظل دفء شمسه ملاذا لأهل اليمن عند حلول كل شتاء قارس. فيما قال القيادي المؤتمري ومحافظ ذمار محمد القوسي في رسالته بمناسبة ذكرى تأسيس الإصلاح: نعبر لكم عن تقديرنا لدور حزبكم الفاعل وجهوده المشهودة مع بقية أطياف العمل السياسي ضمن إطار الشرعية في العمل الجاد والدؤوب لمواجهة الانقلاب وإعادة بناء الدولة اليمنية وفق أسس صحيحة قائمة على العدل والشراكة الوطنية المسؤولة والمتوازنة والسعي لتحقيق الحرية والعيش الكريم لشعبنا اليمني الصابر. سفير اليمن السابق لدى المملكة المتحدة عبد الوهاب طواف قال في مقالة له بمناسبة ذكرى تأسيس الإصلاح: بالرغم أنني في حل من التحزب إلا أنني أجد نفسي اليوم واقفا إلى جانب الإصلاح لأنه اختار خندق الوطن ووجه إمكانياته نحو أعداء اليمن، له الفخر فقد ثبت على مبادئ الجمهورية وقيم الوحدة ومرجعية سعادة الدولة. وأضاف طواف: الكل يعلم أن المشروع السلالي الحوثي ومشروع إيران الطائفي اختطفوا صنعاء لمبرر محاربة الإصلاح، وللأسف تكررت القصة الحزينة في عملية اختطاف جنوب اليمن. وتابع طواف حديثه بالقول: سنقف إلى جانب الإصلاح في مواجهة الاعتداءات التي تطاله من خارج حدود اليمن لأغراض لا تخدم اليمن أو تستعيد دولته المسلوبة. رئيس مؤسسة الشموع سيف الحاضري قال: لست إصلاحياً لكني أكثر من الإصلاحيين تمسكاً ودفاعاً عن مشروعه السياسي الوطني، فالإصلاح آخر الحصون المدافعة عن الجمهورية. واستطرد الحاضري قائلاً: انتقدنا الإصلاح حين وجدنا الأمر يستحق ذلك، ووقفنا معه حين وجدنا فيه اصطفافاً وطنياً للدفاع عن الوطن وقيمه الوطنية والدينية. وأضاف الحاضري في رسالة الإصلاح قائلاً: نتطلع من هذا الحزب العملاق في عطاء تضحياته وعمق قيمه وثبات مواقفه مزيدا من العطاء السياسي ومزيدا من ترسيخ مبدأ الشراكة من أجل إعادة الحياة للعمل السياسي الحزبي. وكيل وزارة الشباب والرياضة شفيع العبد في منشور له وصف كلمة الإصلاح بالقوية التي تدل على احترام الحزب لتوجهه ومبادئه، وقال: مهما اختلفنا مع الإصلاح إلا أنه سيظل صاحب رأي ورؤية.